الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حكينا في الـ OSI موديل إنه الداتا لينك لاير هي اللاير الوحيدة اللي بتضيف فوتر أو تريلر. حكينا وظيفته لأغراض الـ Error Detection and Correction. فالمعلومات اللازمة والميكانيزم اللازم عشان نعمل Error Detection موجودة في الداتا لينك لاير وبالذات في الفوتر. رح نخطف هاي الشابتر 2 ميكانيزم مشان نعمل الايرور ديتكشن. ايش طبيعة الايرور اللي بتصير في الداتا لينك لاير؟ حكينا لما تطلع من الداتا لينك لاير تروع على الفيزيكال وبعدين حتى توصل للفيزيكال على الديستينيشن احتمال يصير ثلاث أنواع من الإيرور أو إيرورز مختلفة تأثر على شكل السيجنالز، وبالتالي الداتا اللي طلعت من السندر مش نفسها اللي بتوصل للريسيفر. فلازم الريسيفر يكون عنده القدرة وعنده الميكانيزم اللازمة إنه يحدد إنه صار في إيرور ولا لا. كيف الريسيفر بيحدد؟ إنه الميكانيزم بتضيف داتا على الداتا المرسلة اللي بدنا نرسلها في السندر، والريسيفر بيتحقق من هاي الداتا اللي تم إضافتها. فإذا حسب الميكانيزم بيمشي على خطوات معينة من خلالها بيقرر إنه تم أو صار في إيرور ولا لا. التو ميكانيزم اللي حنخطهم، اللي أول ميكانيزم اللي هي السايكليك ريدندنسي تشيك. أول إشي بنشوف إيش الداتا اللي بدنا نبعثها. اوكي، لنفرض انه هاي الداتا اللي بدنا نبعثها، هاي الخطوة الأولى. أول شيء لازم نشوف ايش الداتا اللي بدها تسن. بعدين لازم يكون في عندي باخذ هاي الداتا وبقسمها على الديفايزر. في هون طريقة انه كيف الديفايزر بيعطيك اياها او الداتا في البولينوميال، بنحول من بولينوميال لباينري او من باينري لبولينوميال، وهذا الشيء مش راح اطالبك في هذا الفصل. فبكفي انه اعطيك اياها بالباينري سواء الداتا او الديفايزر. أول إشي لازم يكون الديفايزر له طول معين 5 بت. فمنروح بنعمل add، الخطوة الثانية بنعمل add بمقدار الديفايزر ناقص طول الديفايزر ناقص 1 zeros to the right of the data. فأنا هون الديفايزر طوله 5، معناتها 5 ناقص 1 بساوي 4، معناتها راح أضيف 4 zeros، هيهم 4 zeros على يمين الداتا اللي بدي ارسلها. بعدين ايش بعمل؟ بعمل diligent divide هاي الداتا بعد ما اضفت الزيروز على اليمين على الديفايزر. هاي الخطوة الثالثة divide. الخطوة الرابعة طبعا بس اعمل diligent بينتج عندي remainder. هاي وناتج القسم، ناتج القسم ما بيهمني، ما راح احكي لك عنه شيء، بيهمني الريميندر. باخذ 4 بت من الريميندر. ليش 4؟ لانه انا بدي اعمل ريبليسمنت للاربع بت اللي ضفتهم هون واحط محلهم الريميندر اللي هو باقي القسم. وبعدين ببعث الداتا كلياتها از 1 يونت، هاي كلياتها الداتا الاصليه مع الريميندر مضافه اليمين وببعثها. هذا اللي بيتم في السندر. لايش اللي بيتم في الريسيفر بنحكي عنه. خلينا ناخذ اكزامبل، هاي اكزامبل راح امشي على نفس الاكزامبل. انت حاول نصيحه انه اكتب الاشي اللي بدي اياه اللي عم بحكيه على ورقه ونفذ الخطوات زي ما بحكيها. فاول اشي انت بتكون معطى الداتا والديفايزر، هاي الداتا وهاي الديفايزر، واضفنا 4 بت مختار الديفايزر ناقص 1 زيروز. هلا هاي اللي بدي اقسمها على الديفايزر. عمليه القسمة على الديفايزر بتتم عن طريق الاكس اورين. أول إشي بحط هاي واحد الديفايزر إكسورينج واحد. الإكسورينج إيش معناها؟ اللي هي إذا كانت البيتس متشابهة زيرو، إذا كانت مختلفة يكون واحد. يعني 1 إكسور 1 وزيرو إكسور زيرو تساوي زيرو. 1 إكسور زيرو أو زيرو إكسور 1 تساوي 1. فمنرتب الداتا بهالشكل، عندي واحد هاي الديفايزر، واحد صفر صفر واحد واحد. بعمل إكسورينج، واحد مع واحد صفر، صفر مع صفر صفر. هذول الصفرين هذول ما بيهمونيش. لما يجي أصفار انت عادي حطها صفر صفر، أنا لما يجوا أصفار على الجهة
اليسار هذول ما بيهموني، فمنكمل 1 و 0 و 1 0 و 1 1 و 1 0. اوكي، هاي كملت ال كملت ال ال الاكسورينج. انا حذفت من هون 0 اللي طلع هون 0، فبدي انزل 2 بتس اللي هي 0 وال1 عشان اكمل القسمة. هاي نزلت 0 ونزلت 1، بعمل نفس الاشي اكسورينج مع مع نفس الديفايزر 1 0 1 1. شو بنتج عندي؟ 1 و1 0، معناته في بت واحد هون. اوكي، 1 و0 1 0 و0 0 0 و1 1 1 و1 0. شلت من هون 0، اوكي، معناها بدي انزل 0. مين الصفر اللي حينزل؟ الدور هون. دير بالك اي غلط في بت واحدة تخسر نتيجة السؤال. فهيها، فبنزل 0 مشان اكمل، لانه لازم الديفايزر يكون اعمل اكسورينج مع عدد متشابه من البت. فانا هون راحت بت، بدي انزل بت اللي هي 0، بعمل اكسورينج مع 1 0 0 1 1. يلا 0 0 معناته 2 بت. اوكي، 1 و0 1 0 و1 1 0 1 1. انا نزلت سوري 1. هي انا نزل هون طلع معي 2 اصفار، معناته بدي انزل 2 بتس اللي هم وصلنا هون اللي هي 1 و0. نزلته فبعدد الاصفار اللي هون انت بتكون مشكلة عندك، بتنزل عدد منازل هون حتى تكمل. بضل اعمل هاي القسمة حتى اكمل المنازل اللي هون. يلا من نفس العملية 1 0 0 1 1 مع الديفايزر 1 و1 0، معناته أكيد هلا بما إنها صارت منزلي وحدي فقط الأصفار 1 و1 و0 1، معناتها رح أنزل فقط منزلي واحد اللي ينصرنا عند الصفر. فبعمل إكس أورين كمل 1 و1 0 1 و0 1 1 و0 1 1 و1 0 و0 و1 1. وحكينا مشان أكمل خلاص لازم هلا أنزل 0، هاي 0 بتنزل، صرنا هون عند هاي 0 بتنزل. بعمل إكسورينج نفس الإشي مع الديفايزر 1 0 0 1 1، نفس الإشي 0 منزلي 1 0 0 0 1 و1 0 0 و1 1، وأنا خسرت منزلي، معناته بدي أنزل منزلي اللي هي هاي المنزل، هاي المنزل. أوكي، بعمل إكسورينج مع ال 1 0 0 1 1. أوكي، 1 0 0 0 صاروا 3 أصفار، 4 أصفار. أوكي، 0 و1 1. هلا بدي أنزل المنازل اللي ضلت، أنا أطلع كم منزل خسرت هون اللي هي نتيجتها كانت 0. 1 2 3 4. أوكي، المفروض أقدر أنزل 4، بس أنا مظلش عندي غير 2، بنزل 2. أوكي، نزلت 2. هلا لو جيت بدي احط هاي الديفايزر هون، لو جيت بدي احط الديفايزر 1 0 0 1 1، الواحد واحد اللي هون ما لهم منازل مكافئة، معناته انا كملت. لو في هون منازل بتكفي اعمل اكس اورينج مع عدد هاي المنازل الخمسة، اوكي بضل اكمل حتى بضل اعمل اكس اورينج وانزل منازل حتى ما يضلش منازل، او ما اقدرش اعمل اكس اورينج مع عدد المنازل اللي ضلوا. فهون عدد المنازل اللي ضلوا 1 0 0. اوكي، فما ضل في مجال، كملت. ايش الريميندر؟ الريميندر اللي هو طلع معي 0 0 1، بس انت هون تنساش انه كلها عبارة عن اصفار كانوا بينزل، اوكي، عبارة عن اصفار. ف 0 0 1 انا بدي 4 منازل، بحط 0. هاي 0 اللي هون اللي مع هاي برجع، او بدي اياه، بدي 4 منازل، فأخذت هاي ال4 منازل 0 0 1 0. أوكي، هاي بعملهم replacement محلها محل هون الأصفار اللي هون. فإيش بتصير الداتا اللي to be sent؟ الداتا اللي to be sent، أوكي، هاي الداتا الأصلية اللي حكينا بضيف الـ4 زيروز، بشيل هلا الـ4 زيروز الريميندر اللي ضفتهم
بشيل 0 1 0 0، هاي الداتا تو بي سنت. انا ما ارسلت نفس الداتا تو بي سنت، سوري، اوكي، ما ارسلت الداتا نفسها، ضفت عليها مجموعه بيتس، عشان هيك ريدندنسي انه انا بزيد عدد البيتس المرسله لاغراض الايروتشنات كوركشن. هاي الداتا حتوصل للريسيفر، صار فيها خطا او ما صار فيها خطا حتوصل للريسيفر. ايش اللي حيوصل للريسيفر؟ ولنفرض انه وصل للريسيفر نفس البيتس، ما صار عليها تغيير، نفسهم. هي وصل، مشان نتاكد انه نفسهم، بس مشان اتاكد بدي اخذ هاي على السلايد اللي بعتها، بس مشان نقارن كنترول في. هي اللي وصل 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 نفسها 0 1 0، نفسها. يعني المفروض، يعني اي حدا بيحكي بما انه اللي ارسلته الريسيفر حيعمل عليه نفسه تشيك، انت كنظر لازم تحكي ما فيش ايرور، ما صار ايرور. اوكي، بما انه ما صارش ايرور معناته اكيد الريسيفر لازم يقبل. هلا الريسيفر شو دوره؟ خليني احكي لك ايش الريسيفر بده يعمل. الريسيفر الخطوات اللي راح يعملها الريسيفر الخص لك اياها هون. اوكي، اشوف ايش هاي، ممكن ازيحها شوي. اوكي، عمل لك الريسيفر ايش ممكن يعمل. الريسيفر هياخذ الداتا اللي وصلت، اوكي، كامله مع الـ مع الـ مع الريدندنت بت اللي انضافت. اوكي، هيعملها ديفايد باي ذا سيم ديفايزر، مع نفس الديفايزر راح يعملها ديفيجن. اوكي، هلا هو راح يقرر بناء، راح يطلع ريميندر، راح يطلع ريميندر. اوكي، راح يطلع ريميندر. هذا الريميندر راح يشيك عليه، اذا الريميندر يساوي زيرو معناتها نو ايرور، معناته ما صار في الداتا اثناء الانتقال ايرور، وبالتالي then it will accept، خلاص حيقبل الداتا ما فيها ايرور. اوكي، اذا مش صفر حتكون else. اوكي، حتكون مش صفر، فاذا مش صفر حيعمل reject. اوكي، اند ريجكت فور داتا، ريجكت داتا، حيرفض الداتا. ليه ريجكت داتا؟ لانه ما في عنده ايرور كوركشن. هاي الميكانيزم فقط بتعمل ديتكشن. فالسايكليك ريدندنسي تشيك، سايكليك ريدندنسي تشيك بتعمل فقط ديتكت. شو يعني ديتكت؟ يعني بس بتقرر انه في ايرور او ما في ايرور. اوكي، ريجكت داتا في ايرور، ايلس ايرور، صار ايرور ذن ريجكت داتا. اوكي، فمعناها مش حيعمل كوركشن، فالميكانيزم فقط بتعمل ديتكشن، وهي معنى ديتكشن انه صار في ايرور ولا لا. كيف الريسيفر بده يعرف؟ نفس الخطوات اللي تمت في السندر، لكن بناء على النتيجه راح يقرر to accept or to reject. ف انه اي داتا اللي وصلت الريسيفر بروح بخزنها على الديفايزر بنفس الطريقه، يعمل اكسورينج مع الديفايزر. اوكي، بتطلع 1 0 0 1 1 0، راحوا منزلتين او منزلتين كانوا صفر، بنزل محلهم منزلتين اللي هم الصفر والواحد، بعمل اكسورينج مع 1 0 0 1 1 1 و1 0 واحد وصفر واحد. اوكي، وبكمل، راحت هون منزلي او منزلي هون صفر، بنزل محلها منزلي اخرى اللي هي الصفر، واستمر في هاي العمليه حتى اوصل للنهايه، انه انا صار عندي واحد اخر شيء نزلت هاي الصفر، فالنتيجه عندي 1 0 0 1 1 اكسورينج مع 1 0 0 1 1، راح يطلع النتيجه 0 0 0 0 0 0. حتى لو طلع كامل صفر، بس انا لسه ما كملتش تنزيل المنازل اللي هون، بنزلهم بس طلعوا كمان صفر، معناته انا كملت. اوكي، لو واحد منهم واحد برد بعمل اكسورينج اذا عدد المنازل بكفي.
فمعناته طلع صفر. ما هيك قبل شوي حكينا بما انه نفسه معناته المفروض يعمل اكسبت، يعني ما في ايرور. فهي طلع الريميندر صفر، فمعناتها الريسيفر والاكسبت الداتا. اعطيك اكزامبل، افرض انه هاي الداتا اللي وصلت السندر، اللي وصلت اوكي، اللي وصلت الداتا وصلت الريسيفر كان فيها ايرور. اوكي هاي نيو سلايد، ان شاء الله يا رب ما يكونش في مشاكل. اوكي هاي الداتا اللي وصلت، الريسيفر شو حيعمل؟ اوكي حيعمل اكسورينج ما 1 0 0 1 1 بس يكونوا جنب بعض مرتبين. هيعمل اكسورينج، افرض انه انه صار في ايرور، يعني مثلا هاي الزيرو بدل ما كانت زيرو صار في ايرور وصارت 1. اوكي فالمفروض الريسيفر يعرف انه صار ايرور ويعمل ريجكت للداتا. فهيني غيرت الداتا، يعني الداتا اللي وصلت الريسيفر مش نفسها اللي طلعت من السندر، عفوا الداتا اللي طلعت من السندر مش نفسها اللي وصلت الريسيفر، فالداتا تغيرت. انت شايف هو ما بيشوف، هو راح يقرر بناء على الالجوريثم اللي راح يمشي عليه. ايش اللي حيعمله؟ حيعمل اكس اورينج، حيعمل ديفيجن. اوكي فنتيجه الديفيجن ان شاء الله ما نغلطش بالمنازل. فيلا ايش راح يصير هون؟ راح النتيجه اللي راح يحصل عليها اوكي راح واحد وواحد صفر. اوكي صفر وصفر صفر، صفر واحد وصفر واحد، واحد وصفر واحد، صفر وواحد واحد، واحد وواحد صفر، واحد صفر معناته. اوكي طيب راحوا صفرين، معناته بدي انزل منزلتين، بس بدي اعمل هاي باللون الازرق اني انا اخذت اول مره. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشان اشوف وين صرت. بس اوكي نتج عندي هون اثنين صفر، معناته بدي انزل منزلتين اللي هم الواحد واحد واحد واحد. حامل اكس اورينج نفس الاشي، حامل اكس اورينج مع الواحد، ارجع منزلين عشان يكونوا تحت بعض، واحد صفر صفر واحد واحد. اوكي طيب ايش النتيجة حتكون؟ النتيجة اللي حتكون بس اعمل هنا انه خط عشان انه underline، او هيك بعمل الخط شوف هيك بزبط. طيب ايش النتيجة حتكون؟ يلا صفر صفر عفوا واحد، ايوه صفر وصفر واحد وواحد صفر، واحد وصفر واحد، صفر وصفر صفر، واحد وواحد صفر، واحد وواحد صفر. اوكي انا نزلت قبل شوي هذول المنزلتين، اوكي اللي نزلتهم هيهم، بس مشان تكون انت عارف بالضبط، فيما لو فاتك الشرح هناك ما فهمتش اشي هلا لازم تكون فاهم. اللي انا راح هون صفر او نتج عندي صفر، معناته بدي انزل هذا الصفر، بدي اعمله لون اخر، بدي انزله. اوكي طيب بدي انزله مشان اكمل، انزله مشان اكمل عمليه الديفيجن. يلا الديفيجن اللي هو مع الديفايزر، واحد صفر صفر واحد واحد، بدي اعمل هذا الخط، بدي انزل شوي واعمل هذا الخط، يكفي معي. اوكي طيب يلا واحد وواحد صفر، صفر وصفر صفر، صفر وصفر صفر، واحد وصفر واحد واحد. اوكي واحد وواحد صفر، صفر وصفر صفر، صفر وصفر صفر، صفر وواحد واحد، صفر وواحد واحد. راحوا ثلاث اصفار، معناته حنزل انا هون ثلاث منازل اللي هم صفر، اللي هم واحد صفر صفر، انزل واحد صفر صفر. هعمل نفس الاشي ديفيجن مع الديفايزر، سوري ديفيجن مع الديفايزر اللي هو الخط هسه بصير يختلف شوي. اوكي
طب عملت هيك. طيب هنزل 0 1 0. اوكي يلا مع الديفايزر، مع الديفايزر اللي هو مش مشكلة، اعملها بورقة وامشي معي بورقة. 1 1 سوري الديفايزر 1 0 0 1 1. يلا نعمل خط. اوكي نعمل خط عشان نطلع نتيجة الاكس اورينج. هيها عشان بغير نوع الخط لما بعمل هيك، فعشان هيك هسه بظبطهم الخطوط مش مشكلة. يلا النتيجة ايش راح تكون؟ بس احرك هاي هون، لو من اول صغرت الخط احسن. يلا النتيجة حتكون 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1. اوكي اخر اشي نزلت 0 1. اخر اشي نزلت نزلت غلط على فكرة، يا علينا. كنت منزل اخر اشي هاي 0 اللون الاخضر، فهلا بدي انزل 1 0 0. هاي بدي انزل، هاي بدي انزل هاي. اوكي اللي هي هعملها باللون الازرق. طيب اللي هي انا ايش نزلت اخر اشي نتج عندي 1 1، فنزلت لازم انزل 1 0 0 1 0 0. اوكي بس بدي اضبط هاي كمان، هاي هون وهي النتيجة، هاي هون وهي النتيجة 3 اصفار. اوكي هلا نتأكد بس من هون بعد ما عدلت 0 1 1 0 1 1 1. اوكي راح 0 معناته بدي انزل منزلة اللي هي 1. اوكي واعملها اكسورينج مع يا الله كنت مزد. نعمل بنفس القصة. يلا اكس اورينج مع شو بتطلع النتيجة؟ اوكي شو بتطلع النتيجة؟ بتطلع 1 1 0 0 1 1. يلا تطلع النتيجة، تطلع النتيجة. بس برضه ضبط لك الخطوط، بس خلينا هون نعمل ايش؟ نعمل الخط انه النتيجة ايش حتكون. اوكي طيب 1 1 حتطلع 0، وواحد هي 1 0 1 1 0 1. عملت هاي 0 1. يا الله عن جد 1 1 0. اوكي 1 2 3 4 لازم 5. انا شو نزلت؟ حكينا بدي انزل لحظة شوي 0 1 1 1 1 4 1ات، فلازم انزل يصيروا 5. ما نزلته الازرق اللي هسه بدي انزل 1 صاروا 5. فهلا 0 1 1 0 0. ايه 0 0. نزلت الواحد، ما تنساش انه هاي نزلت الواحد. اوكي ضايل عندي 0 لسه ما نزلوا. بنزل اول 0 لانه هون نتيجة عندي 0، فبنزل اول 0.
يلا بدي أعمل بدي أكملها بدون كتابة، بدي أعملها مع هي هيك، بدي أعملها مع أعملها هيك عشان ما يتغيرش الخط. كيف أنا أعملها؟ سكورينج مع، أكتب النتيجة على جنب أو بحكيها حكي أنت أكتبها. مع 1 0 0 1 اللي هو الديفايزر 1 1. اوكي بس بدي اكبر الخط مشان يصيروا تحت بعض. اوكي هي شو بتطلع النتيجه؟ 0 1 0 1 1. اوكي هي النتيجه اللي بتطلع اخر اشي. أنا أقدر أرسم هاي. طيب النتيجة اللي راح تكون أكتبها هون. يلا النتيجة 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1. ضايل أنزل إيش؟ 0. هلا ضايل أنزل راح 0، بدي أنزل 0 اللي هو آخر 0. أوكي هاي 0. بدي أعملهم مع اللي هي الديفايزر اللي هو 1 0 0 1 1. يلا النتيجة ايش راح تكون؟ النتيجة راح تكون 0. هاي النتيجة مش راح احط، راح احط هاي 0 و0 مع 0 0 1 مع 0 1 1 مع 1 0 و0 مع 1 و0 مع 1 1. هاي النتيجة اللي طلعت عليها. اوكي هلا ما ضلش مجال انزل، خلصوا. ولو حطيت الديفايزر هون بيزبطش، لو حطيت الديفايزر هون بلشت من هون. اوكي لو 1 0 0 1 1 معناته المنازل هون ما ضلش شيء اعمل اكس اورينج، معناته كملت. ايش طلع الديفايزر؟ مش صفر. هاي النتيجه، هاي النتيجه ما طلعت صفر. اوكي فمعناته في ايرور والريجكت. فالقرار تبع ال سيفر انه بما انه الريميندر لا يساوي صفر معناته في ايرور، وبالتالي راح يعمل ريجكت. فهي الميكانيزم اللي هي السايكليك ريدندنسي. مشان تثبت معلوماتك زياده فحاول انت ورقه وقلم والحكي اللي بحكيه نفذه. اوكي ان شاء الله ما نكون غلطنا بهاي السلايد بالترتيب الاصفار والاكس اورينج. وتأكد من هون انه انت عم تعمل الاكسورينج والخطوات صح. هون نفس الخطوات لكن انا غيرت مشان احكي لك انه طلع في ايرور وريجكت. معطيك هون اكزامبل نفس الاشي، تطلع هاي الاكزامبل، معطيك داتا، بدي هاي الداتا برضو انت حله. هاي الداتا اللي بدي ارسلها، والديفايزر تطلع الديفايزر طوله 4، فمعناها راح اضيف 3 زيروز على اليمين واعمل ديفيجن على ديفيجن على الديفايزر، وبناء عليها اقرر شو الداتا اللي تو بي سنت. فدائما بالسندر راح تنسال وات ذا داتا تو بي سنت. اوكي وهي راح يحل لك كل السؤال كامل. اوكي وراح يحكي لك انه افرض انه بدي ارسل هاي والديفايزر. اوكي خلص بكفي لحد ما تهتمش بكل السلايدات، يعني الجواب الاخر بس انت حل السؤال انه لو انا بدي ارسل هاي الداتا وهاي الديفايزر واتس ذا داتا تو بي سنت، وحل السؤال. اوكي الكوشنت بيهمني، ايش قلت لك 100 مره انه بديش الكوشنت بكفر هاي. فالداتا تو بي سنت لازم يطلع معك بالاخر هذا الجواب. اوكي هذا الجواب لازم يطلع الريميندر 1 1 1. اتاكد اذا طلع معك هيك معناتها حلك مظبوط. هاي بحكي لك افرض انه انا استلمت نفسها، هاي بالريسيفر، هذا شغل الريسيفر. بحكي لك افرض اني انا استلمت بدون ما يصير في ايرور نفس الداتا، فبالاخر الريسيفر ايش حيعمل؟ حيعمل ايرور ولا لا؟ فراح تعمل انت نفس الشيء، هاي الديفيجن وعلى الديفايزر وتقرر. فطلع صفر فاكيد راح يعمل اكسبت، بس انت اعمل هاي الخطوات وتاكد انه طلع معك صفر وانت ماشي بالخطوات صح. اوكي
هاي راح انهي هاي الفيديو هون هاي الميكانيزم، واروح بعدين اعمل لك الميكانيزم الاخرى اللي هي الهامين كود في فيديو اخر. فيعطيكم العافية وبالتوفيق.